إخواني الأعزاء، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم قناة طيور. قبل البدء صلوا على النبي ولا تنسوا دعم المقطع بإعجاب لنستمر في نشر المزيد إن شاء الله. فيديو نهار اليوم هو ردا على سؤال أحد المتابعين كما أنتم تشاهدون في الأعلى، هل تبيض السمانة بدون الحاجة إلى ذكر؟ وما هي الاستفادة التي نجنيها من ذكور طائر السمان؟ الإجابة على السؤال الأول وهي هل تبيض أنثى السمان بدون الذكر؟ نعم تبيض أنثى السمان بدون الذكر. أما السؤال الثاني، ما هي الفائدة التي نجنيها من ذكور طائر السمان؟ توجد فائدتان. الفائدة الأولى، إذا كنا نريد تفقيس البيض فعلينا بوضع ذكر مع 5 إلى 6 إناث، لأن ذكر يستطيع أن يلقح من 5 إلى 6 إناث. أما الاستفادة الثانية فهي الاستهلاك، أي أكل لحومها، فلحم الذكر في طائر السمان ألذ من لحم الأنثى، خاصة إذا بدأت الأنثى في التبييض، وهذا عن تجربة. كذلك الذكر نجده سمين وممتلئ باللحم، عكس الأنثى نجدها قليلة السمنة، وهذا يعود إلى وضعها للبيض. أتمنى أن تكونوا استفدتم من الفيديو ولو بقليل. لا تنسوا دعم المقطع بإعجاب لنستمر في نشر المزيد إن شاء الله. لمن لديه سؤال أو اقتراح فنحن على استعداد للإجابة عليه عبر وضع فيديو أو في التعليقات. أراكم في فيديوهات لاحقة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.